أهلا وسهلا بيكم أعزائنا المشاهدين وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم تأملات إنسانية. وفي الحقيقة الحلقة دي هتكون حلقة مميزة جدا لأن هي آخر حلقة من حلقات الموسم الرابع من برنامج تأملات إنسانية اللي كنا بنتكلم فيه عن المرأة المصرية. وما أقدرش أجيب سيرة المرأة المصرية من غير ما أرحب الأول بالزميلات الجميلات اللي منورينا في الاستوديو، زميلة العليميني دكتورة أمل جمال قطب، الزميلة الجميلة ذات الحضور المميز الزميلة وسام باري، الزميلة ذات الابتسامة الساحرة مصممة الأزياء الزميلة نبيلة صبحي. في الحقيقة يعني احنا هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا، هنتكلم عن الدور السياسي للمرأة المصرية. والمرأة بشكل عام يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني لما خلق سيدنا آدم وكان موجود في الجنة، سيدنا آدم استوحش، يعني حس بالوحشة، حس بالضيق، حس إن هو يعني في حاجة ناقصاه. فربنا سبحانه وتعالى خلق له من ضلعه السيدة حواء، فكانت لي الونس والأنس والدعم، وبدأت رحلة الإنسان من ساعة ما سيدنا آدم والسيدة حواء نزلوا على الأرض وهما الاثنين بيدعموا بعض، وهما الاثنين يعني كفي الميزان اللي بيعمل توازن على الكرة الأرضية. اسمحوا لي قبل ما استرسل في موضوع حلقتنا النهاردة يعني أقول إن احنا مبارح مر 100 يوم على اكتشاف أول حالة أبلغت بيها منظمة الصحة العالمية عن فيروس كورونا. ويعني في حاجه طريفه قوي في الهند، في سيده انجبت توأم ولد وبنت. الغريب بقى ان هي في وسط الظروف دي سمت البنت كورونا والولد كوفيد. فمش عارف هي ابتلتهم الابتلاء العظيم ده ليه، انا مش عارف يعني. طبعا يعني بتمجد الحدث. يعني عايزه تخلد ذكرى الولاده في الظروف الغريبه دي. لن ينسى العالم اجمع فيروس كورونا. ايوه بالظبط. ولكن طبعا يعني احنا ما زلنا بناكد عليكم وبناكد على جميع الساده المشاهدين مبادرتنا، والجميع بيتكلم بيقول خليك في البيت خليك في البيت خليك في البيت. احنا دلوقتي الجيش الابيض هو اللي بيدافع عننا، الجيش الابيض اللي هم اطباء مصر الشرفاء، كل الزملاء هم على طول طلعوا خليك في البيت. يعني فاسمحوا لنا ان احنا ناكد عليكم ان احنا لما نكون موجودين في البيت احنا هنقلل من الاصابه بالمرض، ويعني هيكون في شكل اكبر من وقايه وهكذا. فطبعا الدور السياسي في الحقيقه الدور السياسي للمراه في مصر بالذات دور قديم ومتعمق ومتجذر في التاريخ المصري، يبدا من ايام الفراعنه من 6000 سنه والمراه ليها دور قوي حتى عصرنا الحديث. ويعني اسمحوا لي ان انا هتكلم جزئيه بسيطه خالص قبل ما ادي الفرصه وادي المجال لزميلاتي ان هم يبداوا يسترسلوا في الموضوع. هتكلم عن نقطه مهمه، ان المراه المصريه بالذات حتى لو ما كانش ليها دور ظاهر في السياسه كان بيكون ليها دور خفي. وكلنا عارفين مثلا واحده زي السيده العظيمه ربنا يديها طول العمر السيده جيهان السادات، قد ايه كنا عارفين ان كان بيبقى ليها بعض اللمسات في يعني في الدور السياسي في ايام الرئيس الراحل السادات. وكلنا عارفين ايام حسني مبارك ان كان سوزان مبارك السيده سوزان مبارك كان بيكون ليها احيانا دور مباشر كمان في التدخل في السلطه، ويمكن الفتره الاخيره اخر 10 سنوات في حكم الرئيس مبارك كان ليها يعني تعمق اكبر في السلطه. فيعني خلونا النهارده نتكلم عن الدور السياسي للمراه المصريه، وابدا بزميلتي وهتكلمنا تاريخيا في القرن العشرين وبدايه بقى بثوره 19 والكلام ده بدات ازاي دور السياسي للمراه المصريه. مساء الخير اعزائي المشاهدين. طبعا المراه دورها طبعا كبير جدا، سواء ام او اخت او صديقه، او طبعا دورها في السياسي سواء عملت جمعيات او بقت ان هي اكبر مؤسسات جمعيات دلوقتي تعتبر من السيدات. هنتكلم طبعا دور اول مشاركه سياسيه كانت للسيده منيره ثابت سنه 19. دي كانت اول فتاه مصريه كان عندها 16 سنه سنه 1920، وكانت بتناشد ان احنا لينا الحق في الانتخابات والمساواه بين الرجل والمراه. وبعد كده طبعا قابلت صعوبات كتير ومن ضمنها شاركتها
ساعتها في الموضوع صفية زغلول وهدى شعراوي، واللي هم ادونا الحق سنة 1926 ان يكون لنا الدور الاساسي في ان احنا يكون لنا دور في الانتخابات، والحق المساواة بين الرجل والمرأة، وان هي شاركت بقت مشاركة متكاملة بين السيدة السيدات والرجال في سواء في الانتخابات او في العمل بشكل اساسي. وبعد كده مش هننسى طبعا دور السيدة الأولى زي ما محمد لسه قايل، جيهان سادات، كانت أول سيدة أولى في تاريخ الجمهورية إن نزلت دائرة العمل. كانت محاضرة في جامعة القاهرة، وكانت أستاذ زائر في جامعة الولايات المتحدة الجامعة الأمريكية. طبعا وسام كان بتقول فيه إن هي كانت عملت حاجة في ولاية كاليفورنيا. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين. السيدة سوزان السيدة جيهان السادات عملت حاجات كتير جدا. هي لما كانت بتدرس في جامعة كاليفورنيا عملت 3 مقاعد للطلبة المصريين المتفوقين كبعثة باسم الرئيس الراحل أنور السادات. السيدة جيهان السادات أول من دعم المرأة وحقوق المرأة، بدأت تنشئ قوانين، وكان مشروع المجلس القومي للمرأة هي كانت بدأت فيه وأكملته السيدة سوزان مبارك. السيدة سوزان مبارك أكملت مسكت الخيط من بعد كده وكملت كل المسيرة اللي عملتها السيدة جيهان السادات لدعم المرأة وحقوقها، وكان واجبهم كبير جدا. انها كانت حاسه دايما ان المراه مظلومه مش هننسى دورها ان هي سنه 1979 ان هي كانت عامله اصدار مرسوم كان بيسموه قانون جيهان، اللي هو كان بيدي كفاله للمراه ان هو الرجل ان هو يدي انذار للسيده قبل تسجيل الطلاق، يديها انذار بيه، وان حاله اللي هي حضانه الطفل تكون للام اكبر فتره طبعا ممكنه، وان لو في ما فيش مكان العيشه ان هي تتعيش فيه بيسمح لها ان هي تكون من حقها الشقه اللي هي زي الشقه من حق الزوجه. وطبعا هي اسست جمعيه الوفاء والامل ومشروع تنظيم الاسره، وكانت سبب في تعيين السيده عائشه راتب اول سفيره مصريه. دي كانت السيده جيهان. بعد كده السيده سوزان مبارك عملت قانون جميل جدا للسيدات اللي بيتجوزوا اجانب، فكانوا الاولاد لما بيحصل خلاف او طلاق كانوا الاولاد بيبقوا مش عارفين يعملوا ايه، مش عارفه تسجلهم في المدارس او في البلد، مش عارفين ياخدوا حقوقهم، فمنحت الاولاد الجنسيه المصريه، وكانت دي حاجه جميله جدا وكانت لفته جميله من السيده سوزان مبارك ربنا يعافيها. بس انا اعرف وكان عملت كمان حاجات تانية كويسه اجتماعيه، عملت لنا القراءه للجميع، وكانت عامله كمان رياضه للجميع على وعملت فكرة. كمان مكتبه اسكندريه دلوقتي صرح علمي كبير بيضم اكبر مش كده؟ عدد من المراجع العلميه والاجنبيه الموجوده في مصر من ايام كانت رئيسه مستردر. المجلس القومي للمراه ورئيسه جمعيه الهلال المصري، فده برضو طبعا انجاز ليها كبير. السيده سوزان كانت رئيسه حاجات كتير يعني. حتى لو متحيزين لن ننسى الدور السياسي والدور الاجتماعي العظيم اللي قامت بيه السيده سوزان مبارك. الحق للحق. صح. بس انا اعرف حد اكتر من السيده سوزان واكتر من السيده جيهان ساند المرأة أكتر، وعمل عام 2017 عاما للمرأة، وعمل معاش للمرأة المعيلة، وعمل كوتا للمرأة أو دعم وجود المرأة سياسيا، لدرجة أن دستور البرلمان الحالي يعتبر أعلى برلمان على مر التاريخ، أعلى برلمان مصري على مر التاريخ من حيث عدد العضوات فيه هو الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحقيقة. يعني هو بيسعى كمان يوصل عدد عضوات مجلس النواب ل 25%، ففي الحقيقه يعني الحق يقال ولازم ننسب الحق لاهله. الرئيس عبد الفتاح السيسي من اكثر الشخصيات سياسيه تاريخيه اللي دعمت المراه، وفي الحقيقه برضه هو ده كان انعكاس لدعم المراه للرئيس عبد الفتاح السيسي، وكنا بنلاقي مشاركه المراه بتتجاوز ال 50% في الانتخابات دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي. لا مش للدرجه دي، هي المراه بالظبط 15% دلوقتي من مقاعد مجلس الشعب. هم بس يعني احنا بصدد انها توصل وزيرات بما يعادل 20% من الحكومه المصريه، يعني المراه دلوقتي بتقوم باتخاذ القرارات، يعني القرارات الكبيره. طب وسام خلينا نرجع ورا شويه، انا شايف امل محضره حاجات عن المراه في الاسلام بقى. ايوه ناس كتير يا استاذ محمد بتقول ان المراه بدا دورها السياسي يظهر بعد انتشار السوشيال ميديا والفيسبوك وتويتر. لا انا عايزه اقول يا جماعه دور المراه في الاسلام موجود منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا السيده خديجه في البدايه خالص من اول من قامت برسول من السيدات كانت بتدعم الرسول سياسيا، لان كانت بتعطي للرسول جزء من مالها في سبيل انتشار الدعوة. أول شهيدة موجودة في الإسلام سمية بنت آل ياسر، بالإضافة لأسماء بنت أبي بكر كانت قامت بالهجرة من مكة إلى المدينة.
قالت له يا رسول الله نغزو الرجال ولا نغزو؟ فقال في ساعتها ونزلت الايه وبدات بالفعل، كانت اول مشاركه للسيده في الهجره من مكه الى المدينه مع الرجال، بالاضافه لنسيبه بنت كعب التي كانت تدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوه احد ودافعت عنه بشكل كبير جدا، لدرجه ان هي تقبلت عنه حوالي ما يقارب 12 طعنه مكان الرسول صلى الله عليه وسلم، بالاضافه ان الرسول قال لها من يطيق ما تطيق يا ام عماره، ده تمجيدا ليها. يعني ناس كتير تقول زي ايام زمان، ايام الجاهليه او ايام ظهور الاسلام ما كانش فيه سياسه، لا كان فيه، والاسلام اول من اعطى حقوق المراه السياسيه. هنيجي بعد كده لعصر مهم جدا وهو عصر الدوله الامويه، بدات المراه ان هي تبقى في القضاء، تسن القوانين، تصدر الاوامر، وما كانش فيها جماعه تفرقه ما بين جاريه وما بين مثلا اشراف القوم، لا كانت في مساواه كبيره جدا، زي العباسه اخت الرشيد ومامته وبنته كانوا بيقوموا باصدار القوانين والاوامر، وكان لهم دور كبير جدا في ازدهار الدوله الامويه وقتها. كمان مش هننسى ان احنا نقول يا جماعه شجره الدر، ودي ليها باع كبير جدا، كانت اول رئيسه للدوله، وكانت الدول المجاوره كلها بتحاول ان هي ترضيها، تنول اعجابها، تتصارع على ارضائها. شجره الدر كانت اول حاكم لمصر، ويشهد التاريخ لها بالكثير من الاشياء الايجابيه والازدهار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. نفسنا عليها وترقعوا لها نفسنا عليها، وقيل ان هي ماتت ضربا بالقباقيب يعني للروايه بتاعتها. وكمان يا استاذ محمد لما اتجهت شويه للفقه على حد علمي، ما لقيتش اي ادله قويه بتمنع المراه من توالي الولايات كالقضاء والافتاء، ان هي بتقوم دلوقتي ان تقدر تفتي، وفي مأذون يا جماعه، احنا بقى عندنا دلوقتي في مصر في مراه مأذون بتقوم بنفس الدور اللي بيقوم بيه الراجل، وكمان عمده دلوقتي زي ايفا هابيل، ده من سنه 2009 كمان، يعني مش من دلوقتي. ايفا كانت اول عمده مصريه بالانتخاب فعلا. وقفوا قصادها ست رجال. على فكره الاستاذه ايفا محاميه، درست في جامعه عين شمس الحقوق، وبعد كده عاشت 10 سنين في القاهره ثم انتقلت لقريتها في اسيوط. وايفا الاستاذه ايفا بنت عمده وجدها كان عمده، لما الاب توفى البلد هي اللي صممت ان السيده ايفا هي اللي تكون عمده البلد. السيده ايفا كانت وسط سبعه مرشحين، منهم ست رجال قصادها، المراه الحديديه حاجه مشرفه طبعا للمراه المصريه ان هي توصل لدرجه عمده. كده ايفا بتقعد تفصل بين عائلات كبيره في الصعيد في الخلافات والمنازعات، تحيه كبيره منصب العموديه اخر منصب العموديه ده مرتبط بالعصبيه وبالقبليه وبالرجوله، بيقول لك ده العمده ابو شنبات وبتاع، فكون ان في مراه مصريه تصل لمنصب عمده ده يعني من المكتسبات القويه جدا. بصراحه انا فوجئت لما قاعدين بيتناقشوا ان هم قالوا لي عدد كبير، مش ايفا بس اللي وصلت لمنصب العموديه. اخر دلوقتي اللي هي مشتركه في العموديه دلوقتي نشوى سرحان، اللي هي بنت حفيده شكري سرحان ومحسن سرحان، في المنيا دلوقتي، يعني هي كمان سعوديه برضه، خريجه كليه دار العلوم وعندها 54 سنه، وان هي تبقى عمده دي برضه حاجه تشرف عن 10 رجال برضه ان هي اكتسحتهم. يعني بصراحه يعني حاجه مشرفه يعني. حاجه مشرفه بمعنى الكلمه ان يكون في مراه مصريه في منصب عمدة اللي هو بيقود القرية اجتماعيا وسياسيا، ويعني ان احنا نعرف ان العمدة في الصعيد كمان، وكمان ان الصعيد يعني يا جماعة في الصعيد اللي هو بقى ايه بيميزوا الولد عن البنت، ان تبقى الولد واخد جميع حقوقه والبنت شويه مقوره، انما ان يبقى في الصعيد في عمدة او في الصعيد في ست، هو المرأة الحديدية. والفلاحين كمان في الدول الارياف دلوقتي وصلت ان كمان اكتر الجمعيات الاهليه او الجمعيات الخيريه ماسكينها سيدات، يعني شوف ان هي في الارياف، ان انت تقول في المدن هنا مثلا في القاهره او مثلا في اسكندريه او كده، لا ده في الارياف كمان ان انت توصل لاكتر من 20 جمعيه ترقصها سيده، ده برضو حاجه كبيره طبعا. لا ده كتير، ده مئات الجمعيات بترقصها على الارياف يعني. أيوه. مقتصره ده، لا هنا في القاهره طبعا مئات الجمعيات. في برضو يا جماعه عندنا وزيره الصحه طبعا ليها كل الاحترام وليها كل، هي سيده الحدث رغم يا جماعه جميع الانتقادات، انا كنت لسه بتكلم مع وسام بره، رغم كل الانتقادات اللي توجهت لها وسام تقوم بيها، سيد الوزيره وزيره سيد السيده وزيره الصحه للاسف متعرضه لانتقادات كتيره جدا على هذا في هذه الساحه وهذه الظروف اللي بتمر بيها البلد. وانا عجبني حاجه هي ايجابيه وفي نفس الوقت برضو كان ممكن تتعمل بشكل احسن شويه، ان كانت في عضوه مجلس الشعب شابه
يعني كانت قدمت استجواب ان هي نفسها تسحب الثقه من وزيره الصحه. الموضوع كان صعب جدا، الموضوع كان ملفت جدا، لكن الوزيره ما اعرفش موقفها كان عامل ازاي. الوزيره طبعا ما تقدرش تروح كل مستشفى وتشوف كل حاله او تشوف كل مستشفى وكل عنبر. لا ده يكفي ان هي كانت جسوره وراحت الصين، سافرت الصين. هو بس اللي عجبني في كل الموضوع ان يعني النائبه الشابه تصدت بكل قوه لما جالها الخبر وعرفت ان في سلبيات وحاجات مش مظبوطه بتحصل في المستشفيات. هي وزميلها كانت بتأيد زميل ليها عضو مجلس شعب شاب كمان، ان هم يسحبوا الثقه من الوزيره لانها غير قادره على يعني يا جماعه الاهتمام بتتدرج يعني في مدير، في عامل، في في نائب وزير الصحه بتاع المكان اللي هي فيه مثلا زي حلوان، المفروض هو اللي ينزل يقوم بهذه المهام على سبيل المثال. بس انا عجبني حاجه ان احنا بدانا نوصل للديمقراطيه، بدانا نوصل لجزء من الديمقراطيه، ان احنا لا في دلوقتي حاجه بتحصل مش مظبوطه واحنا لازم نصححها، والمسؤول ده لو ما عملش الحاجه دي نسحب منه الثقه. ده في حد ذاته انا بس الحاجه الوحيده اللي انا نفسي بيكون في ادب في الحوار، مش اكتر من كده. غير كده يعني اللباقه في الكلام طبعا، طرح المواضيع بقوه دي حاجه جميله، المهم يكون عندي مبدا وعندي بيانات وعندي حاجات مثبته ثابته، يعني ما الفش حاجه واتادعي على حد. دي بس كل القصه. انا اعترض معاكي في نقطه واحده، طبعا الديمقراطيه كويسه جدا وطبعا حريه الراي وحريه التعبير، ان الطريقه يا امل انتقدك بشكل كويس باسلوب راقي. هو باسلوب راقي بس لما الانتقادات كترت جدا على وزيره الصحه وناس كتير قوي بتطلع نقد، هي يا جماعه عايزه تقول ان هي بتطلع على الهواء بدون الكمامه او بدون الجوان، هي عايزه تقول او توصل رساله معينه للناس كلها ان المراه المصريه او الشعب المصري عموما مش بيخاف. عايزه تطمن الناس، بلاش يا جماعه حاله الهلع والرعب والخوف، احنا مطمنين. اللي عايزه ربنا هيبقى لا يا امل، لا يا امل بس ما ينفعش يعني اكتر. لا ازاي هي عايزه تقول لا الماسك والجوانتي دول مهمين جدا. لا اولويه مهم. لا ازاي يعني ازاي هي كوزيره يعني تطلع اسمحي لي اقول ان اديها التحيه في هذا الصدد ان هي قامت يعني بحدث جسور، او ان هي قامت بزياره تصدت ان هي تسافر الصين ومؤتمر في الوضع ده. مش اي حد يكون عنده الجراءه ان هو يروح. وبعدين لما رجعت طلعت وتصورت وقالوا ان هي في حجر صحي او في احتجاز صحي لمده اسبوعين لان هي جايه من الصين وكده، فدي طبعا يعني حاجه كبيره. واسمحوا لي بقى في الوقت ده ان انا اوجه التحيه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الدور التاريخي اللي بتقوم بيه مصر الايام دي. التاريخ بيسجل اسم مصر بحروف من نور. اكرر تاني، التاريخ بيسجل اسم مصر بحروف من نور. الرئيس عبد الفتاح السيسي في وسط ما بعض الدول بدون ذكر اسماء بتحتجز الطائرات اللي عليها المواد الطبيه والمستلزمات الطبيه، الرئيس عبد الفتاح السيسي بيبعت المساعدات للدول الاوروبيه وبيبعت مساعدات للصين وبيبعت مستلزمات طبيه لدول يعني كنا بنحتسبها ان هي دول عظمى وان هي اقطاب. على اعتبار ان مصر ام الدنيا. الدور ده دور تاريخي وبيثبت ان مصر فعلا ام الدنيا. طب اسمحوا لي اسالكم سؤال، انتوا تفتكروا بصفاتكم كلكم كده نساء، تفتكروا ان المراه خلاص كده خدت بقى يعني اللي هي عايزاه، ولا لسه ما زلنا بنبحث عن مكتسبات؟ المراه لسه بتحلم ان هي توصل طماعين. لا المراه لسه بتحلم ان هي تبقى رئيسه مجلس الشعب زي ما حصل في دول كتير جدا، رئيسه مجلس الوزراء. حصل على فكره في الامارات. ان في فرحتيني والله لما عرفت دوله عربيه، وحصل في سوريا قبل كده. فهي كمان نفسها تكون كده، نفسها تكون تحصل على مكتسبات اكتر ونفسها طبعا كمان تمثل عدد اكبر في مجلس الشعب. هم عاملين قانون جديد لسه بينظر فيه دلوقتي انها توصل ل 25% من مقاعد مجلس الشعب، لان هم 15% دلوقتي. هي دايما بتحلم. وممكن كمان بس هدي تحيه بقى للسيد عبد الفتاح، الرئيس عبد الفتاح السيسي، انه برضو السنه دي بالذات اكتر قيم المراه اكتر وبدا يفتح لها معارض ومؤسسات طبعا كتير، ودعم يعني المشغولات اليدويه بالظبط كده يعني ده اللي احنا بنقوله وبنناشد يعني ان احنا مثلا معلش كل المنشئات ان احنا عايزين نعمل جمعيات تعد القاده للسيدات، ان هي تبقى ايه قياديه يعني ان الست تبقى يعني في مناشدة من برنامجنا ان احنا عايزين جهات اكتر تهتم بالمراه وتدعم القيادات النسائيه. وفي الحقيقه احنا في العصر ده احنا اثبتنا فعلا، وفي عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي اثبتنا ان صوت المراه ثوره وليس عوره،
وما زالت المرأة بتحصل على المزيد والمزيد من المكتسبات، وما زالوا عمالين يكلموني في المايك ويقولوا لي ده ايه 30 ثانية ونطلع فاصل. فعايزة تقولي حاجة يا أمل قبل ما نطلع؟ عايزة أقول إن دايما الناس تقول المرأة نصف المجتمع، المرأة نصف المجتمع، المرأة الأم، الأخت، الزوجة. لا، أنا النهاردة عايزة أقول يا جماعة المرأة المجتمع ككل. المرأة ومزيد من التقدم والازدهار، وهنفضل ناخد حقوقنا وهنفضل ثابتين نفسنا في جميع المجالات. مفيش مجال المرأة بتبقى فيه إلا لما تثبت نفسها وتثبت إن هي بتقدر تعمل الرجل بيعمله وزيادة شوية. عايزين كمان عشان كده ننشئ صندوق لدعم المرأة وحملتها الانتخابية. في ستات الله كتير، فكرة جميلة. في ستات كتير جدا جدا بتكون عندها موهبة القيادة وبتكون مثقفة جدا، نفسها تعمل أي حاجة، ممكن تكون عاملة دعم مالي ماليا أيوة. ممكن تكون عاملة، ممكن تكون شهادتها متوسطة، ممكن تكون بس قيادية عايزة تعمل حاجة للمجتمع، عايزة تساعد المجتمع، تساعد الأطفال، تساعد اليتيم، تساعد الستات عشان يشتغلوا ويتعلموا مهنة، عايزة تمثلهم في مجلس الشعب أو مجلس الشورى. عايزين نعمل لها صندوق دعم يدعموا سيدات الأعمال أو رجال الأعمال أو الدولة. في البرنامج نبيلة اقترحت أن يكون في جهة أن هي تدعم تكوين القيادات أو كده، ووسام بتقولي أن احنا عايزين صندوق لدعم المرأة ماليا في الانتخابات والحملات الانتخابية. وكذلك برضو أمل يعني قدمت العديد من المقترحات ونبذة تاريخية عن المرأة. كنا سعداء بوجودنا معاكم في الفقرة. عايز اقدم تحية يا محمد قبل ما ننهي. تحية صغيرة. ما اقدرش اقول لك لا، تحية. ربنا يخليك. قبل ما انهي الحلقة ان شاء الله في 10 ثواني عايزة اقدم تحية لكل سيدة عاملة سواء في العمل السياسي او غير السياسي، سواقة التوك توك، سواقة الميكروباص، سواقة في جميع المجالات، كل ست نزلت علشان تشتغل، وكل ربة منزل بتبني رسالة وتبني اولادها يا امل. وانا يا جماعه عايزه بقى ادي تحيه بس صغيره كده لفريق العمل طبعا. ميرسي يا نبيلة. كنا سعداء باخر حلقه والفقره دي الفقره الاولانيه. واسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل، والفقره الثانيه نكمل برضو كلامنا عن نفس الموضوع، لان الموضوع كبير جدا وهو الدور السياسي للمراه المصريه عبر التاريخ. انتظرونا بعد الفاصل.